قلت لاعب ماشي خلوا اللاعب ياسين بنزيكا كان قاب قوسين او ادنى من اللاعب هنا في الجزائر. لعبك صيف اللي فات جاوا بزاف لاعبين دوليين كان مرشح من بين هذه الاسماء للالتحاق بالبطوله الجزائريه، لكن بعض الانديه رفضت يعني التعاقد معه. ما كتب الله تكرهوا شيئا فهو خير لكم. راح حاضر بايجان هاديه ممكن انه يخلص مليح وترونكيل، واحد ما يهبلو واحد ما قدر ويعاودوا يزقيو له ويجي هو يفرحكم. من حيث علي بن شيخ سؤال اخر، من حيث طريقه اللاعب، طريقه اللعب وتوظيف اللاعب في وسط الميدان، هل يمكن القول انه ياسين بن زيا مع ياسين براهيمي هم اللي راهم يعني ينشطوا وينشطوا مستقبلا هجوم المنتخب الوطني ووسط ميدان المنتخب الوطني؟ لا ماشي غير هاد الزوج، لا لا كي تشوف واش يخدم هذاك اللاعب بكرار كاين فيه ان ترافاي اكسترا اوردينار. هذاك الولد الماتش اللي فات سكيلا في اي تنوري اون دوزيام مي طون كي جاز الوسط تقلبت كاع هو ولو جون واسمو تاع الاهلي قندوسي تنقلبت كاع ليكيب. ليكيب اللي كانت قاعده غير لور باسي ون باسي رجعت اون ايكيب اللي تلعب كره القدم وتهاجم وتكسر الفليلين. ما تكلموش عليهم تقول لي ابراهيمي وبنزيا بنزيا الا ماركي دي بيت مي مازال ما لحقش هو لا بروف هو قالها مازال ما لحقش وين فريمون يدومين لا سيتياسيون. ابراهيمي لا في دو بو ماتش مي مازال عنده يغارد بوكو البالون بزاف لازم يطلقوا ويلعب شويه لقدام بعد دي سي تالون ترنر دو ريفوار سا فهمني. شفنا دي شوز ملاح شفنا هذاك لو جون هذاك اللي مليه الحاج موسى والو مازالوا فيه النيه وكذايا مي في دبل شوز فهمني. دونك انا نظن عندنا لاعبين وتكلمنا عليها شحال خطر عندنا لاعبين في المستوى الحمد لله. جاء مدرب دوكا يعرف كيفاش يحط كل واحد في مكانه وطريقة لعب. ان شاء الله نزيدو ديكوفرينا ما لو مش عارف شحال لعب بالرحمه. هذه نقطه بكرار بالرحمه صاب روحو في لو جو هذا بوجا تحرك مد دي بال دار دي شوز كو بالرحمه لعب مش عارف شحال في ليكيب ناسيونال ما مش عارف انا 20 30 جو نسي با كومبيان دو ماتش ما ماتش لان بوزيسيونمون تاعو يدي غوش فيكسي واحد باش يدرب ليه هو خاطي هذاك الشيء جوار ليبلي يتحرك ويلي رابيد وكذا دونك زاد بان هذا واش مليحه في هديه تصدي اللاعبين تليبيرا وتحروا في لو جو سي امبورطون. دونك اون افو ان كوليكتيف في المستوى كيزيد يدخل عطال مليح ادروات يزيد يجي هذاك لو جون يلعب كان مريض برا غريب وجو نسي با كوا قيطان صح ملعبش نعم كي تشوف لي ماتش تاعو اللي دارهم سي على حساب لي ماتش سي ان اكسلون جوار يزيد يدخل في الاخر ويلعب هكذاك. يبقى لك السول بروبليم سي تكلمنا عليها 2000 خطره سي لاكس سونترال لاكس لوي مام ماشي شكون اللي رومبلاسي بن سبعيني لازم يصيبوا موا زوج التماتيك باسكو هذا فوتبول لو يتبليس لك واحد لازم ان شاء الله يصيب زوج سواء هنا في الجزائر او في اوروبا ولا ما صابش هادو عنده حل يخير من لي جوار اللي كاين ويقلب باسكو سي الفوتبول سي كوم سا. ما تيرانو تاع البارسا كان يلعب ميليو تيران فونسيف غوارديولا رجعوا ريكوبيراتور كنا نشوفوه ماركا مام اهداف في البارسا صبناه مام القدام يلعب ومن بعد واش دار له قلبوا اريار سنترال. غوارديولا في البايرن حب يدير نوير ميليو تيران باك البريزيدون ما قبلوش باسكو يتوش على مور ولا دينيتي دي فوتبول المون كاع لوي مام جول ترجعو ميليو تيران فهمني. دونك سي تالوي ولا ما صابش الجزائر ما صابش في اوروبا انا جو سوي بيرسيادي كو كاين حل في هاد ليكيب كاين جوار اللي ينجم يرجعو لتم ولا ما صابش في الجزائر ما صابش في اوروبا. نعم مدام سقسيتني قبل قليل على بكرار على بن شيخ حنا قبل كاس افريقيا كنا تنقلنا الى سطيف استغلينا يعني فرصه التواجد تاع اللاعب هنا في الجزائر تنقلنا حتى لسطيف جرينا مع حوار قبل كاس افريقيا وتحدث بلغه الواثق من نفسه قال لك هذا المنتخب نقدر نقدم له الاضافه.
قلنا له وقت لعب في البطولة الأمريكية يعني كاين منافسة شديدة في خط الهجوم، قال لك لا لا نقدر نقدم الإضافة وراح تجي يجي وقتي إن شاء الله. هذا فيما يخص اللاعب منصف بقرار. سي اون بون شوز، يامن بالإيكالي بقدرات تاعو، يامن بالقدرات تاعو، سا سي اون بون شوز. أنت تقول يلعب في أمريكا، أمريكا سي فري يلعب في أمريكا بصح يفوفوار أمريكا أو النيفو كمام أو ما تقوليش كاع لي كلوب من نيفو أو يبروغريسي وحدة. شوف غير ليكيب ناسيونال أمريكان بارتيسيب شحال مخطرة أون كوب دي موند. هي لو سيريو أو زيتازوني الخدمة اللي كاينة ولو سيريو يخلي اللعاب يكون خير من اللعاب اللي يكونوا هنايا. كاين ميزان في كرة القدم اللي ناقص فيها هذه حاجة بصح ويكومبونسي بحاجة أخرين. شفت الولد كيفاش بارتو يدوموندي يروح بارتو يجري الله يبارك عليه وترونكيل ما تسمعوا ما والو. جو بونس كو سي كونتيني كوم سا هاد اللعاب يروح لورا ان بال افنير ان شاء الله. باش نختموا فقط، عمر بودي مع ياسين بلزية اخر تصريح وجه رساله لانصار المنتخب الوطني. Ouais, bah, je voudrais dire aux supporters d'être un petit peu patient. Je sais que c'est pas facile. L'Algérie, c'est un peuple de football. On veut tout de suite les résultats et nous, les joueurs, les premiers. Mais on a un nouveau coach, on a un bon coach, un bon staff. On a appris à le connaître et je pense que ça va être de mieux en mieux au fur et à mesure. L'équipe d'Algérie sort de grosses désillusions. On le sait et on peut pas cicatriser tout de suite en 2-3 mois. Du coup. Je pense que tout le monde est au courant qu'on a des gros objectifs, on est une grande nation et Inch'Allah avec le temps et j'espère moi le plus rapidement possible qu'on va remettre l'Algérie sur le toit de l'Afrique et voir mieux, Inch'Allah. Inch'Allah. Omar, آخر صالح ياسين بن زيا قال لك على أنصار المنتخب الوطني الصبر، خرجنا من خيبات كبيرة، كاين طاقم فني جديد وإن شاء الله اليد في اليد لإعادة أمجاد المنتخب الوطني. بالضبط، انا نظن تصريح منطقي، يعني تخيل في تربص واحد من غير معقول ان نطلبوا على من طاقم الفني الجديد انه يحدث ثوره في الفريق. كان لقاءين وديين، شفنا لاعبين جدد، بنزيا مثلا استغل فرصه، كان دخل في اللقاء الاول ثم اللقاء الثاني دخل اساسي. انا نظن التربص القادم ان شاء الله في جوان نقدروا ما نحكموش على الفريق ولكن نقدروا نشوفوا امور اخرى. لما الناخب الوطني الان يعرف لاعبين، يعرف المجموعه، راح يزيد يشوف لاعبين اخرين. نظن ان تصريح ياسين بنزيا منطقي وقال احنا كلاعبين نحب ايضا النتائج الفوريه، ولكن لابد اننا خرجنا من خيبه امل كبيره وقالها بلسانه، ولكن لابد نصبروا شهرين ثلاثه ان شاء الله، خاصه ان موعد جوان راح يكون حاسم لما نتكلموا على استقبال المنتخب الغيني ثم التنقل الى اوغندا. انا نظن لو لا اوغندا يعني تستقبل خارج تستقبل خارج انت خارج الجزائر قصدي، ممكن خارج الميدان، خارج ميدانها، ولكن قصدي احنا راح نتنقلوا. نعم نتنقلوا. نتنقلوا. نظن ان المنعرج راح يكون شهر جوان، خاصه من الناحيه المعنويه، لان عندك 6 نقاط، لو تزيد تاخذ 6 نقاط راح تدخل المرحله اللي تختم بها الذهب والاياب في تاهل كاس العالم باريحيه، واللاعبين راح يكسبوا الثقه، خاصه كما تكلمنا في الكواليس مع اخي امين، ما عندناش لقاءات وديه، وهذا امر يعني بين قوسين يقدر يشكل مشكل للمدرب، لانه راح تشوف اللاعبين فقط في اللقاءات الرسميه، واللقاءات الرسميه معناها لابد تكون نتيجه في نهايه اللقاء. نعم، امين اقصاص، كانت رساله واضحه لانصار المنتخب الوطني من ياسين بلزيا، قال لهم عليكم الصبر، طاقم فني جديد، مرحله انتقاليه، خرجنا من خيبات، لكن قادرين ان شاء الله نعود نوقفوا على رجلينا مجددا. لا بالطبع. سيتو من الخرجة النكسة الأخيرة في كأس إفريقيا، من خرجنا من الدور الأول لتاني مرة، نظن المهمة مش حتكون سهلة بالطبع مع مدرب جديد ما يعرفش الفريق، ما يعرفش كيفاش يقولوا البطولة في إفريقيا، في إفريقيا اسمها ما يعرفش الكرة الإفريقية كما لازم الحال، دونك لازم له وقت بالطبع، ماشي بالليلة والضحاها راح يدير لك فريق. احنا إن شاء الله نتمناو باسكو أنا حقيقة سيفري في اللقاءين الماضيين كانت ردات فعل، كانت حرارة فوق الميدان، مي كي تحكي انت تقنيا طريقة لعب ولا ما شفناش حاجة كبيرة، شفناش هذا مع مرور الوقت وقتاش تفيق، كي تفيق كيجي المدرب جديد وراح يدير طريقة لعب ديالو، تولي عندك طريقة لعب، تولي كيفاش تتحكم في الكرة، كيفاش تدير لقطات، هذه حاجة مهمة. دونك مع مرور الوقت ان شاء الله احنا المدرب لازم الشعب الجزائري يساندو، دونك هذه هي. نعم، علي بن شيخ، كانت رسالة واضحة من ياسين بن زيا لأنصار المنتخب الوطني بضرورة التحلي بالصبر
والوقوف دائما يعني خلف هذا المنتخب. على كل حال يعطي الصحة والميساج تاعو يعني كلير بيان بريسي كيما يلزم الحال، هذه وحده. ثانيا جو بونس كو الميساج تاعو راح لواحد الجروب دو سيبورتور سوا ديزون دي سيبورتور، الميساج بعثو للتماتيك. الحمد لله شفنا المقابلة اللي فاتت اللي كانوا حبوا يبرتربي والسطاد كاع قالوا مش سا سي اون اكسيلون شوز، لأن اللي يحب فريق الوطني ما يحب حتى واحد، يحب فريق الوطني ويفرح بالفريق الوطني، وهذا هو الميساج. جيسبر كو من القدام هاد الحوايج يزيدوا يروحوا اون فوا بور توت من هاد الملاعب، وجو سوي سور كو مام مسؤولين رايحين بلي كاميرا يعرفوا شكون هاد الناس هادوما، باسكو بركات دعوه راحت بزاف فاتت الروج. كاين فريق وطني اليوم، كاين بيتكوفيتش، غدوه يروح بيتكوفيتش يجي مش عارف انا اكس يكون المدرب تاع فريق الوطني، قالنا تيك نخليوه يخدم ونكوراجيوه وكلش، وهذه يجي من الجزائر او يجي من الخارج كيما يكون حنايا نساندو فريق الوطني يكون مليح. هذا ما كان. نعم تفضل امل. شفناها في اللقاء الماضي وين الانصار تاع المنتخب الوطني شاك فوا نكونوا خاسرين يوقف مع الفريق، شغل الحاجه مهمه هذه وين نساندو اللاعبين، اللاعبين كانت عندهم رده فعل شاك فوا نكونوا خاسرين يولوا في اللقاء، هذا شيء مهم ويتاو يحتسب للانصار. باسكو اليوم انت ما تتبعش الاشخاص، اليوم راك مدرب، اليوم غدوه كما لعب اليوم راك لعب في منتخب الوطني، غدوه ان شاء الله تروح من المنتخب الوطني يجي لاعب واحد اخر اللي مثل الالوان الوطنيه، كيف بالنسبه للمدرب لازم بصح السيبورتور يريح يسيبورتي هذاك الفريق، ساسوا فريق ولا منتخب. دوك انا اليوم اكزومبل سيبورتور تاع مولوديه ولا تاع سي ار بي يسيبورتي داك اللاعب باسكو راه يمد في هذاك الفريق، غدوه يروح مع داك يروح اللاعب يتبع اللاعب، لا بالطبع يريح يناصر الفريق تاعو. كيف بالنسبه للمنتخب الوطني لازم تناصر المنتخب الوطني ما تتبعش الاشخاص. نعم انت كنت حاضر عمر في المباراتين سواء امام بوليفيا او امام جنوب افريقيا، في اقاليل فقط من الانصار مازال ما تقبلتش يعني هذا التغيير، تغيير كان لابد منه في المنتخب الوطني وهذه هي سنه الحياه. بالضبط، وممكن شاهدنا اكثر هذا الامر في اللقاء الاول، في اللقاء الاول امام بوليفيا بمجرد ان بوليفيا سجلت الهدف الثاني كان فيه بعض الامور في الانصار، ولكن كما قال يعني ما طولتش، وهذه الحاجه اللي شفناها مليح لان الجانب الذهني كان قادر المنتخب الوطني يدخل في نفق، لان تعاود تولي الذكرى تاع النكسه، تخيل الهدفين مقابل هدف في ملعبك في اول لقاء، ولكن النتيجه كانت 3-2، عاودوا للفريق بقوه. وحتى في الندوه الصحفيه بعد اللقاء بيتكوفيتش تكلم على الفلوتمو، وقال كلمه الفلوتمو اللي صرا بعد تسجيل الهدف الثاني للمنتخب بوليفي تسرب الشك في الفريق، ولكن هذا الامر ما لاحظناش في اللقاء الثاني. في اللقاء الثاني امام جنوب افريقيا امر مختلف، رغم ان المنتخب كان خاسر مرتين يعني 2-1 ثم 3-2، رغم ذلك عاودوا الى مرتين والجمهور وقف يساند الفريق، رغم يعني جنوب افريقيا كان فريق يلعب كره قدم، كان يلعب بطريقه يعني هادئه وعنده 5 لاعبين من نادي سان داونز يعني منسجم، ولكن رغم ذلك اللقاء ممكن الخطا اللي صار في اللقاء الاول ما تكررش في اللقاء الثاني، والحمد لله. انا كنت ننتظر تكون هذه المرحله الانتقاليه، الحمد لله جازت احسن طريقه، وهذا راح يخلينا في اللقاءات ان شاء الله المقبله نكونوا كشعب جزائري وراء هذا المنتخب.